انا جيت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايبه لكم وصفه جميله جدا جدا، وهي بلسم طبيعي للشعر. هنعمل بلسم طبيعي للشعر من عندنا من البيت، بمكونين اتنين بس في البيت، وكمان هيعالج جميع مشاكل الشعر، الحل الامثل للشعر. هيرطبوه، هينعموه، هيعالج القشره، وهيعالج الالتهابات اللي في فروه الراس. هيعمل حاجات جميله جدا، وهيطري شعرنا وهيرطبه ويخليه جميل جدا جدا. بلسم طبيعي، مش هيتكون اي حاجه خالص غير المكونين دولت. طبعا المكون الاول معايا وهو الشوفان. الشوفان الحبوب ده اللي احنا بنستعمله في الاكل، وبنستعمله في الرجيم، وبنستعمله في الحاجات دي كلها، والعسل الابيض. بصوا، يعني كوبايه شوفان وكوبايه عسل ابيض. انا طبعا عشان اقتصر الموضوع حولت الشوفان ده للبن، وهقول لكم ازاي. بصوا، انا حولته كده عشان عايزه لبن الشوفان اهو، عايزه الشوفان ده يبقى لبن. تعالوا معايا هوريكم فيديو بسيط كده صغير اعرفكم انا عملته لبن ازاي. بصوا حبيب قلبي، انا معايا هنا فنجال من الشوفان الحب، اللي هو الحبوب ده العادي اللي بيتشري من عند العطار. فنجال اهو، هنحطه كده في حاجه، ونحط عليه كوبايتين ميه، ننقعه لمده ساعتين. اه، ساعتين بس. هو طبعا لونه مش هيتغير هنا خالص، ولا هيحصل في اي حاجة. وبعدين بعد ساعتين دول هنضربه في الخلاط طبيعي. هنا بقى حبايب قلبي كان عدى عليه ساعتين، بصوا بقى طري خالص ازاي. هنضربه بقى في الخلاط بتاعنا اهو. بس كده حبيب قلبي، وبقى عندنا حليب الشوفان. هنصفيه، نخرج منه كل المية اللي فيه. اهوت اهوت اهي، تعديت من ايمي سميرة غانم بتقول جايبين واحد بيقول هوا. بصوا، شايفين اللي نزل ده كله؟ ده بقى اسمه حليب الشوفان، جميل جدا 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 للشعر. بيعمل بصوا بصراحة، من غير ما اقول يعني، من غير ما اشكر فيه كتير، انتوا هتجربوا. اللي هيجرب هيشوف البلسم ده هيبقى عامل ازاي في شعره. ترطيب بقى وغذاء ومغذي جدا جدا جدا. بلسم الشوفان ده اصل للشعر. وكده اهو انا صفيته، طبعا انا صفيته في حاجة اكبر علشان ياخد الكمية. بصوا كوبايتين عملوا ايه، بصراحة تحفة. تعالوا بقى بينا نشوف نكمل بقية وصفتنا، وتابعوا معايا بقى لحد اخر الفيديو. بعد ما شفنا حبايب قلبي ازاي حولناه للبن، بصوا جميل جدا 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 للشعر. طبعا ده غير فوائده للبشره اللي احنا اتكلمنا فيها كتير، وعملنا منه ماسكات كتيره. عايزه اقول لكم ان الوصفه دي لو جت بس على البشره وعلى الجسم عامه، هتنعم جدا وهتطري وهتبيض وتعمل حاجات كتيره. بصوا، بعد ما حولناه بقى للبن بقى بالمنظر ده معايا، هنحط العسل اللي عندنا اهو. العسل طبعا معروف بفوائده الجميلة جدا جدا للشعر، كتقوية وكتغذية، تغذية من الدرجة الاولى. يعني عايزة اقول لكم ان البلسم ده خطير وجميل وفوائده رهيبة. هنقلب بقى كده بالراحة اهو. هنستخدمه كبلسم للشعر بعد الحمام بتاعنا، او بعد زي ما بنستخدم البلسم كده اللي احنا بنشتريه. بس ده طبيعي 100%، مكوناته طبيعية جدا ومن البيت عندنا اهو. هنحاول كده ان احنا ندوب البلسم فيه كويس جدا جدا. فوائده جميلة جدا، هتلاحظي ترطيب، هتلاحظي نعومة، هتلاحظي طول، هيغذي وهيعالج الالتهابات بتاعت فروة الراس، وهيعالج القشرة، هيعالج لنا حاجات كتيرة جدا جدا. طبعا كل حاجة احنا بنشتريها من بره كلها مواد كيميائية. كيميائية هي كيميائية ولا كيميائية؟ يعني المواد بتاعتها ضارة طبعا. انا بحب اهزر كده، يعني انا كلامي كله كده هزار. بصوا بقى، طبعا الحاجات اللي احنا بنشتريها زي ما قلت لكم فيها مواد ضاره للشعر، مواد داخل فيها مواد ضاره جدا جدا. فطبعا احنا بنحاول نعمل كل ده في البيت عندنا، وهبعمل لكم شامبو طبيعي كمان. بصوا جميل جدا. طبعا بعد ما قلبنا بقى العسل، العسل دافي جدا اهوت اهو. بصوا ده خلاص معايا كده، مبقاش فيه عسل. ده بقى هنستخدمه امتى؟ هنستخدمه بعد ما بتغسلي شعرك عادي خالص، هتغسلي بيه تحطيه على شعرك مدة 5 دقايق كده ولا حاجة، وبعدين تشطفي شعرك زي ما بتستخدم البلسم العادي اهو. بصوا شكله بقى معايا عامل ازاي.
كأنك بتستخدمي بلسم طبيعي خالص اللي انت بتشتريه من الصيدلية. ده احنا بقى عملناه في البيت اهوت، وهيعالج الشعر. ده بلسم معالج، مغذي ومعالج. هينفعك شعرك، هينفع شعر بنتك. هينعم الشعر جدا 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 وهيطريه. هنيجي بقى نفضيه في ازازة. انا طبعا عندي هنا ازازة فاضية اهي، كتبت عليها وصفة بلسم طبيعي للشعر، كل الحاجات اللي عندي لازم اعمل فيها كده. تعالوا بقى نفضيه سوا كده فيها اهوت يا حبايب قلبي. بعد ما فضيته في الازازة بصراحة جميل جدا جدا جدا، وملمسه نفسه تحس ان هو زي الصابون كده. يا حبيب جميل قلبي احنا جميل. طب خلصنا البلسم بتاعنا الطبيعي، بلسم هيغنيك ان انتي اصلا تشتري بلاسم من بره. بلاسم مش عارفة مالي النهاردة، اللغة واقعة. هتغنيك ان تشتري اي نوع بلسم من بره، وكمان هيعالج الشعر. ده بلسم مش بلسم بس طبيعي، يعني بيعالج، بيعمل، بيقضي على الالتهابات، بيقضي على القشره، بينعم الشعر جدا. جربيه على ضمانتي، انا مجرباه ومخليه ناس كتير قوي تجربه. جميل جدا جدا جدا، بصوا جميل، تحفه تحفه تحفه. تحطيه بس في ازازه زي دي وشيليه في باب التلاجه. لو مثلا الجو حر قوي هنشيله في باب التلاجه عادي، وبعدين هتطلعيه بعد ما تاخدي شاور كده، هتاخدي منه حبه وتستغسلي بيه شعرك عادي خالص مفيش مشكله، وبعدين تشطفي شعرك وتتفرجي بقى على الجمال وعلى النعومه وعلى الطراوه، سواء انتي او بنوتك او اي حد. وان شاء الله باذن الله هيعجبكم جدا جدا جدا. ويلا يوم بقى جربوه، ومكوناته سهلة خالص من عندنا من البيت. وهبعمل لكم الشامبو ان شاء الله. اللي عايز الشامبو يقول لي بقى، عشان انا عايزة الناس تقول لي كده. يلا اسيبكم على خير، ومتنسوش بقى تجربوا الحاجة الجميلة الجديد ده. على فكرة ده اول مرة اعمله في القناة، وجميل جدا جدا. ويلا متنسوش بقى في اللايك، انا عايزة اللايكات ترخى كده، ترخى عشان احنا في رمضان، رمضان كريم. يلا اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واللي عايز سؤال يقولولي برضو في الكومنتات، وما تنسوش تجربوا بقى تقولوا لي رايكم ايه في الكومنتات. يلا اسيبكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.